البنات كما كتشوفوا هذه الخدمه دابا غنمشيو نديوها للبنات غادي نفرقوها ديال التنبات بحال هذا الشكل هكا. يلا وحنايا مرونين كلشي مرون. يلا ودا انا مشيت. يلا الله يعاون. البنات كما كتشوفوا دابا راه بصمه الدوار عند البنات اللي غادي ندفع لهم الخدمه. كيشا ما ديوهاش عليا راسي الخدمه وتمارا وصافي ومع اليوم عاد صايمه. ايوا واش غدير هادشي اللي كاين البنات؟ يا ربي امين هادشي اللي كاين. المهم نوريكم هنايا واحد شوفوا المهم حنا وصلنا للدوار باش يشوفوا اللي كندفعوا للعيالات فيهم الخدمه. حنا يلاه عاد وصلنا الزينه داكشي درنا داكشي فاش هزيناه وحنا دابا جبناهم لهنايا. المهم هذا هو الدوار فين كاين هما كاين اللي فهاد الجهه ونصور لهم زين قلب الكاميرا الطوموبيل هنا. ها هو هذا الدوار كيما كتشوفوا هنايا هذا كامل الدوار كيما كتشوفوا. خلاص راه الدوار راه كبير كبير هادشي اللي كاين. انتو قداش ممكن هذه الوسعه ديالو؟ يلا المهم البنات انتم معانا كما كتشوفوا دابا جبنا الخدمه ديال الرباطي مشى هشام قبيله من جاب لي من عند مول مالين التنبات مشى تهبط للفاس ديريكت مشى جاب لنا هذه الخدمه هذه اللي وجدت ديال الرباطي. شوفوا اللوينات اللي فيها غزالين كاين هذا اللون هذا شوفوا كيجي زوينه وكاين هذا الغوز فوشيا كما كتشوفوا غزاله. ومازال هادو البنات غادي ندير لهم حجيرات حجيرات باش تعطي شويه نظره اكثر. هذا اللون كتشوفوا كاين هاد اللون هذا كذلك كاين هاد اللون هذا كتشوفوا فيهم البنات 12 لون 12 لون اللي عندنا فيهم. هادي دي صومو بارد كتشوفوا فيهم كميمات ياك هنا غندير لهم حجيرات. هادي بناني لوين من احسن البنات. هاد الكمبيوتر دابا كنخدموه ضرباتي كنضربو له حديده عاد كنخدموه باش كيجي مطلوق كيجي زوين. كرونه هادو صالة عادية ياك. لوين هادي وهادو البنات شدت وشريبلات هادو البنات شريبلات هادو الشربيلة نديروهم لكم بالشريبلات ان شاء الله بإذن الله. شو الشربيل هادو شريبلات هادو كاملين شريبلات. اللون كيما اللي في الشربيلة راه كاين في البياسة. اللون اللي في الشربيلة راه في البياسة اللي تختار اللي في الزواقة نفس الزواقة. شو صراحة ولكن مين يوجدو ان شاء الله غادي يعجبكم ان شاء الله غادي تابعونا ان شاء الله. شوفوا هادو الشريبلات الكميمات دوك خيب دو سوا البنات الكميمات والثمن غيكون جد جد مناسب للجميع ضروري بطبيعة الحال. المهم هادو الكميمات البنات كما كتشوفوا ورا مازال الجديد ومازال الجديد وحنا دايما في الجديد اي حاجة وجدناها غنوريوها لكم ان شاء الله. اول دفعات دخلات مازال غادي هذه اول خمسه ديال الدفعات اللي غادي يتدفعوا كل دفعه فيها 12 12 راه مازال خمسه ولا سته ديال الدفعات ان شاء الله باذن الله. المهم البنات هادو هما الكميمات هادو هما الكميمات ديالهم
يلا المهم البنات هذه هي كوليكسيون ديالنا اللي دخلات 12 بياسه. المهم على ما البنات توجد وتكمل وتقاد ديك الساعه ضروري ندير لكم ليهم فيديو ان شاء الله باذن الله. يلا البنات انتم معنا. Thank you.